يسعدني باسم جمعية الأطلس لأرباب المقاهي والمطاعم والحانات والملاهي الليلية، وكذلك باسم الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل ورابطة النقابات الحرة، لكم الشكر على تلبيتكم هذه الدعوة لحضور هذا اللقاء التواصلي. في البداية لا بد أن أثير تزامن هذا اللقاء مع الوضعية الصحية التي أصبح يعانيها عامل حانات والمطاعم والملاهي الليلية، خصوصا في تدور عليهم وفقدان مدخول يومهم والصعوبات التي أصبحت تواجه هذه الفئة من أكثرهم الحانات والملاهي الليلية، لأنهم السلطة خاضت واحد القرار افتتاح المطاعم، ولكن في نفس الوقت السلطة كتفرض على أصحاب المطاعم الاكتظاظ ما يكونش، والشروط الصحية اللازمة لهذا الوباء اللي هو كورونا كوفيد 19. احنا متفقين مع السلطة على هذه القرارات، متفقين معها 100%. احنا هاد الشروط الصحية متفقين معها، إلا حاجة واحدة وهو الاكتظاظ اللي السبب ديالو وهو افتتاح المطاعم بدون افتتاح الحانات والملاهي الليلية. على الأقل كان يفتحوا الحانات على الأقل باش ينقصوا واحد الاكتظاظ من المطاعم، وحتى السلطة هي ما تلقاش مشاكل مع أصحاب المطاعم في المداهمات، لأنه دابا كاين المداهمات ديال المطاعم على أساس هاد الكمامات متفقين معاهم. وكاين واحد القضية أخرى وهو لا يعقل بأنه الزبون كيدخل المطعم ودير داخل دير الكمامة، متفق معاك يدخل دير الكمامة، ولكن ملي كياكل كي غيدير له الكمامة، لأنه ملي كيدخلوا البوليس المحل خاص هذاك الزبون إلى ما دير الكمامة خاصو يخلص 300 درهم. هاد 300 درهم وهاد الدخول ديال السلطة المطاعم جعل واحد نقص في الدخل ديال المطاعم، ما بقاوش الناس كيجي، حتى الزبون ما بقى كيجي المحل. والتزمت هاد القضية ديال الزبون ملي خلال المطعم، جا الوقت ديال الضرائب، آخر يوم في الضرائب وهو لو 31 أوت 2020 خاص تخلص التاكس لا ليسونس. الا ما تخلصش التاكس لا ليسونس غيسحبوا ليه الرخصة، ولهذا كنطلبوا من السلطة باش تعاوننا من هاد ما يكونش الاكتظاظ. ما معنى بانه ما يكونش الاكتظاظ وهو تشوف واحد الطريقة اللي هي صالحة للجميع من ناحية افتتاح ديال الحانات ولو جزئيا، يعطيهم تمايا غير واحد شوية على الأقل باش اللي كيسكنوا فيهم باعوهم ومشاو كراو هذوك الشقاق اللي كاين، العمال اللي كانوا واخدين كريديات على الشقة راه البنكة دابا الآن كتبيع عليهم الشقق ديالهم في المزاد العلني، على أساس بأنه ما أدوش الواجب الشهري اللي هي الكمبيالة اللي خاصة بالشقة وخاض عليها كريدي، وهذا الكريدي كيخلصوا من هذا العمل ديالهم. دابا فقد العمل وفقد كل شيء، وكاين اللي الناس اللي مشات باعت حتى التلفزيونات ديالها باش تصرف على وليداتها.
وكيما يعطوكم ديال المشكل الكبير الان الان وهو يا هاد العمال كيفاش غادي يدخلوا ولادهم للمدرسه؟ ها لاسيرونس ديال المدرسه، ها التسجيل المدرسي ما عندوش. يعني هاد الدوله راه بحال بغيتي تقول بانه ساهمت في الاميه، ساهمت في الاميه ديال هاد الولاد. هاد الولاد غيبقاو بدون تمدرس. ولهذا حنا كناشدوا السلطه باش تشوف واحد عين الاعتبار على اساس بانه هاد الحانات حتى هما يخدموا عفوا هاد الحانات يخدموا حتى هما ولو جزئيا باش ما يدخلش الوضع ديال هاد القطاع. هاد القطاع راه نهار، لانه كاين ناس مستثمرين كيجيو باش يستثمروا في المغرب على اساس مطاعم مركب سياحي. ما بقاش شي واحد عنده ثقه في السلطه باش يجي يستثمر في هذا القطاع، لانه غيستثمر اليوم ويخسر فلوسه وكلشي كاين، غادي يسدوا ليه، غادي يسدوا ليه. ولهذا كلشي كيمشي ليه. كاين لي الناس اللي هما يا خدامين 20 عام 25 عام برا في الخارج، كيسمع في خدمته، كيسمع في كل شيء، وداك الشيء اللي جمع كله في هاد السنين كيجي كيدير مشروع سياحي هنا في المغرب، فاذا به ما كيصدقش ليه. علاش؟ لانه عندنا حنايا واحد القانون اللي هو يا قرار 67. هاد القرار 67 الا جينا نتكلموا فيه خاصو تقريبا واحد اليومين عاد نساليو. اول شيء كيقول لك ممنوع الخمر المغاربه المسلمين. هاد المغاربه المسلمين هاد المستثمر اللي جا لمن غادي يبيع هاد الشيء؟ ها جا خاسر فليسات ديالو كلهم من برا، وجا دخل المغرب وخاد، ربما خاد فليسات ديالو، ربما خاد سلفه من البنك وكمل هاد المشروع، فاذا به في الاخير كيرجع للحديث. هاد الناس اللي خاض سلفه من عندهم كيضطروا باش يبيعوا لي هذاك المحل التجاري ديالو. ولهذا الناس اللي المستثمرين راهما تقريبا واحد 90% او 95% ما بقاوش كيجيو للمغرب باش يستثمروا في المراكب السياحيه. ما بقاوش كيبغيو شي واحد يجي يشري شي مطعم، ما كاينش، لانه كيخاف من قرار 67. كنشوفوا السلطه حتى هي كناشدوها على اساس باش تشوف واحد الوضعيه ديال هاد الناس المستثمرين، سهل عليهم الامور باش ما يبقاش هذاك تلقى واحد الصيغه 67. لذلك في الاخير كنعاودوا ناشدوا السلطه بالافتتاح ديال الحانات باش ما يبقاش الاقتضاض في المطاعم. وهذا الاقتضاض اللي فيه كاين في المطاعم الان حاليا السبب ديالو وهو يا ملي تفتحوا هاد المطاعم كلشي الناس جات المطاعم، لان حاليا كيحترموا الوقايه الصحيه لهاد الزبون ديالو. كيدخل الكليان كيدخل بالكمامه ديالو، ما كيخليوش شي واحد يدخل بلا كمامه. ولهذا كنشكروا السلطه على اساس تحيد هاد القرارات اللي ذكرنا وتفتح المحلات الحانات للناس باش ينقص الاقتضاض من المطاعم. وشكرا. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.